السلام عليكم أصدقاء، نتمنى تكون بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غنديرو تتمة ديالنا الصفحة 262 في تنسير مات بريمير أني كولاج. إذن إكزيرسيس نيميرو 7، أن بارك هنايا لا سوري فوالا، أن بارك فور ستيي كونت 14400 أرب. عندنا واحد البارك، واحد بحال حديقة، منتزه فيه 14400 شجرة. لو ديغرام سيركولير سي دوسو انديكي لا ريبارتيسيون. هاد الدياغرام تيبين لنا التقسيم ديال الاشجار، وهذا هو النوع ديال الاشجار اللي كاين، صافي انواع ديال الاشجار والتقسيم ديالهم على حساب هاد السيركولير. هاد الدياغرام سيركولير تيتقاسم لزات فاريي، يعني سبعة ديال الشجرات كاينين، انواع ديال الشجرات فداك لو بارك. دونك عطاونا هنايا لي دوني جيومتريك غولاتيف ا سو دياغرام. هادشي هادي اللي عطاونا يعني باش نصاوب هاد الدياغرام. قالوا لنا المستقيم القطعة ال ا او والقطعة ال بي اف سون دو ديامتر ديال السيركل. واخا فين هي البي اف اللي هي هادي البي اف، وال ا او هادو هما لي ديامتر ديال لو سيركل. مزيان، ملي كنقول ديامتر ديال السيركل هنا غنستنتج بان هاد الزاويه قد الزاويه متقابلتان بالراس، صافي فوالا. وقالوا لنا بان السي او والا او سون بيربونديكولير. سي او هو هاد السي او وهاد الا او بيربونديكولير، تيكونوا لنا واحد الزاويه قائمه فوالا. وقالوا لنا لونغل ا او بي اللي هي هادي تتساوي 30 درجه. ا او بي 30 درجه، ا او بي فيها 30 درجه. اذا حتى لهنايا اف او حتى هادي خمسه غتكون كتساوي 30 درجه متقابلتان بالراس. وعندنا سي او دي هاد الزاويه كلها هنايا تتساوي الزاويه دي او سي او دي. وهاد الزاوية قالوا لينا سي او دي هاد الزاوية تتقايس هاد الزاوية، يعني شنو؟ هادي شحال القياس ديالها؟ 45. وهادي شحال ديالها؟ 45. علاش؟ لأن الزاوية سي او او قائمة، قام قالوها لينا حيت هادو بيربونديكولار. هنايا الاف او جي، الاف او جي اللي هو هاد القياس ديال هادي، قالوا لنا تساوي النص ديال جي او ا، النص ديال جي او ا، يعني هاد جي او ا النص ديالها. نقدو هادي نقسموها. دابا انايا خاصني نعرف هادي شحال القياس ديالها اوتوماتيكمون. انا عندي، شوفوا مزيان، عندي هنايا زاوية قائمة ياك، هنا عندي 30، اذا شحال تبقى لي هنا؟ تبقى لي 60 باش نكمل 90 درجة. إذن هنا 30، هنا 60، هادو متقابلتان بالرأس، صافي. إذن هنا شحال غتكون؟ غتكون تاهي 60. وهنايا بما أن هادي هي النصف ديال هادو، إذن هادي كلها فيها 60، وهنايا 60، يعني التوتال ديال سبعة غيكون فيها 120 درجة. واضحة؟ تخي بيان. وهاد جي أو أ هنا راه غتكون 90، لأنها زاوية قائمة، هاهي 90 درجة. دابا هادشي هذا اللي درنا حنا كامل هنايا غادي نحاولوا نديروه في واحد الطابلو. اذا السؤال الاول قال لي كالكولي لي زونغل، لي ميزور ديال لي زونغل. حنا راه حسبناهم هنايا، حددناهم كل وحده وحددنا القياس ديالها، صافي. حنا حددنا القياس ديالها في السيركل. وهنا اون ديدوي لو نومبر ديال لي زارب دو شاك بلانت. هنا عندنا تيب ديال لي زارب اللي هما هادو، هاد السميات هادو هنا هما هادو كاملين، شيني هيتر سابا شارمي بولو، هادو كاملين سميات، هما هاد السميات هادو كاملين. دابا هنا الزوايا، كل لون غادي نشوفو الزاوية اللي تتمثلو، صافي. كل لون غادي نشوفو الزاوية اللي كتمثلو. عندنا هنايا اللون الصفر هو هذا، شحال فيها الزاوية اللي هو البين هو هذا 30 درجة، صافي. هنايا الزاوية اللي تتمثلو، عفوا ماشي القياس ديالها، ولكن شمن زاوية تتمثلو. فوالا الزاوية اللي كتمثلو هي الأ
الـ A أو بي. إذن هنا هي الزاوية الـ A أو بي صافي. قول لك القياس ديالها لقيناه هو 30 درجة. فوالا مزيان. دابا غادي نجيو لعند هاد الشات، الشات اللي هي اللي هي هادي، الشات اللي هي هادي، هاد اللون هذا هو هادي اللي لقيناه 90 درجة، اللي هي الزاوية جي او ا، جي او ا، اللي هي الزاوية جي او ا، وقينا القياس ديالها 90 درجة. عندنا بولو، البولو هو هذاك اللي لقيناه 60، الزاوية جي الاف اف او جي، اف او جي، وقياس ديالها 60 درجة. شارت شارم، الشارم هو هاد البلو سيال اللي هو 5، ولقيناه تا هو تساوي 30 درجة، اللي هي الاو اف او مالك معانا او او اف، وقياس ديالها قلنا 30 درجة. ماشي وقيلا هنا ماشي تكونش 30، هنا هنا شادي ال او اف شحال قالوا لينا، قالوا لينا ال او اف 30 وهذا قطر وهذا قطر، اذا انت هذه غتكون 30 فريم، هذه 30 ايه في الشكل غتكون 45 نورمال مو، لان هذا وهذا تيشكلوا زاويه قائمه، ولكن هذا بما انهم كاينين قطرين هذو متقابلتين بالراس يعني متقايسين 30 30 وي بعد ما نديرو ها وهنايا غادو زاوية قائمة يعني هادو متقايسين 45، هنايا 30 غتبقى لينا 60، وهادو متقابلتان بالرأس 60، هنا 45 غادي تكون. علاش؟ لأن قالك هادي النص ديال هادي، 6 هي النص ديال هادي، إذا هنايا ما غتكون 60، غتكون 45 ولكن هنايا ما عطاوناش الأعداد ديالهم، عطاونا غير سيركولير وقالوا لنا نبينو. اذا هنا غنديرو 45 حيت هما قالوا لنا بان هاد الاف او جي كتساوي النص ديال جي او ا، وجي او ا هي 90، اذا النص هي 45، حنا غنمشيو غير على حساب الشكل. اذا هنا 45 درجه. عندنا الصاب، فين هي الصاب؟ الصاب هو الازرق 45 تاهي، اذا تاهي 45 درجه، وكتمثلها الزاويه اللي هي دي او او. الهيتر، الهيتر هو خضر بارد تا هو 45 درجة، و تيمثلو الزاوية دي او سي، دي او سي. و بقى لنا الشين اللي هو الخضر فرونسي، و قلنا 60 درجة، و تتمثلو لنا الزاوية البي او سي. تخي بيان، دابا الميزيغ ديالهم لقيناه، دابا بغينا ليفيكتيف، ليفيكتيف ديال 60 شحال؟ إلا بغينا نعرفو، حنا عارفين الهكتار شحال؟ 1400، يعني ليفيكتيف توتال هو اللي عارفين، وعارفين هنا النسبة المئوية، يعني 45 درجة. وإلا بغينا نخرجو واش غنقولو؟ حنا تنعرفو بأن الفريكونس ليفيكتيف شنو تيساوي؟ ليفيكتيف تيساوي هو الفريكونس مضروب فاش؟ فريكونس مضروب ليفيكتيف توتال مقسوم على 100. باش نخرجوا العدد ديال ليفيكتيف، فوالا الا بغينا نخرجوا ليفيكتيف شنو غادي نقولوا؟ غنقولوا بان ليفيكتيف تساوي شنو هي هاد 60 قياس الزاويه، يعني اونغل لونغل، قياس ديال لونغل، غادي نضربوه في الان جلوبال، وغادي نقسموه على 360، هو باش غادي نخرجوا هاد الان صافي. هاد الجلوبال عندنا هو التوتال ديالهم كامل، هو ليفيكتيف توتال اللي هو 14400. دابا بالنسبه ل 60 اش غادي نديرو؟ غنديرو هو 60 غادي نضربوه في 14400، وغادي نقسموه على 360 باش نحصلو على ليفيكتيف شحال عندنا. غنجيبو الماكينه ديال الحساب، غادي نديرو 60 غادي نضربوها قلنا في 14000
400 تتساوي غادي نقسموها على 360 هي 2400. إذا هنايا في 60 غادي تجينا 2400 شجرة، 2400 شجرة بالنسبة لستين، يعني هذه النص ديالها هي 30، إذا النص ديالها دي غتعطينا شحال؟ هي 1200، غتعطينا 1200 كيفاش هنايا؟ الأو الأو أو الأو أو إف، علاش درناها 30؟ هي هذا وهذه زاوية قائمة، هذه وهذه زاوية قائمة، إذا هذه 45، إذا حتى هذه 45، وار هذه راه 45، حتى هي 45 الدراري، إذا حاولوا صحوا نتوما، هذه راه 45، وار دابا هنايا النص ديالها، النص ديال 60 هي هادي، غتعطينا هي 1200، 1200 شجرة، مزيان. دابا 45 غادي نعوض هاد 60 اللي درت هنا، غادي نعوضها ب45، وغادي نحسب، نجيب الماكينة ديال الحساب ديالي، غنعوضها ب45، غادي نديرو 45 مضروبة في 14400 كتساوي، وغادي نقسموها على 360 كتعطينا 1800، إذا كاع هادو اللي فيهم 45 تعطينا 1800 شجرة، 1800 شجرة، 1800 شجرة، 1800 شجرة، وهذه راه الدوبل ديال 45 هي 3600 شجرة، فوالا، إذا هذا هو ليفيكتيف الجلوبال ديالي. دابا قال لك هنايا دي دوي غلي زابشك، احنا صاوبناه. إذا بالنسبة للتمرين رقم 8، أون دوموندي أ 28 إليف لوغ طاي أون سنتيمتر، إذا 28 إليف طلبنا لهم لا طاي ديالهم، يعني القامة ديالهم بالسنتيمتر. لا سيري بروت كونستيتيي باغ لي ريزولتا دو سيت أونكيت، إذا خرجنا هاد لا ريزولتا هادي ديال لي طاي. قال لي كومبليتي لو طابلو سويفون، تاني حاجة ريبريزونتي لي دوني دو طابلو باغ أن هيستوغرام. إذا غنكملو هاد الطابلو هذا اللي تيتكون من لي طاي ما بين 145 سنتيمتر حتى 149، شحال عندنا؟ تنجيو لهنا تنحسبو 145 حتى 149، عندنا واحد نضربو عليها، جوج جوج، ثلاثة، أربعة أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، إذا عندنا تسعود، مزيان، ما بين 50 و 154، ندلو الكولور، عندنا 154، ها واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة، حداش، اثناش، إذا عندنا اثناش. فوالا، وآخر أرقام اللي بقاو غادي نكتبوهم، 55 عندنا واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، عندنا سبعة. إذا حنا سرينا الطابلو ديالنا. دابا خاصنا نمثلو في الدياغرام، قلنا فاش كنبغيو نمثلو في الدياغرام تنديرو جوج ديال المستقيمات اللي هما متعامدين، واحد داير بحال هكا والتاني داير بحال هكا، وتيكونو متعامدين. فوالا، هذا تيمثل لينا هنا ليفيكتيف، وهذا تيمثل لينا هنايا لي طاي. دابا انا تنعرف لي طاي بانهم عندي من هنا حتى لهنا، غندير هنايا مثلا صفر، غنجي لهنايا غندير 145، وهنايا غندير 149، غنجي لهنا غندير 150، غنجي لهنا غندير 154، وغنجي ندير هنا 155، وهنا غادي ندير 159، ولي فيكتيف بما ان عندي 12 نقدر ندير جوج، أربعة، ستة، ثمانية، عشرة، 12، صافي، فوالا، وتنشد عندي ما بين وبين عندي تسعود، دونك غنجي هاد تسعود هنا، وغنجي هنا وغادي نرسم بحال هكا الهيستوغرام أو ديالي بحال هكا، فوالا.
إذا هنا عندي 9 ديال الناس عندهم ما بين 145 سنتيمتر و 149، عندي 150 حتى 54 عندي 12، إذا غنجي هنايا 12 غنطلع نلصق على هاد الدياغرام، نلصق عليه حتى 12 وندير قلنا هنايا 49 بلاتي، غادي نقلع بحال هكا وغادي ندير من 50 قلنا حتى من 50 عندنا 12 حتى 54 هي 49 50 صافي فوالا بحال هكا، ويبقى لينا آخر حاجة اللي هي من 55 حتى 59 فيها 7 تاع الناس، إذا 7 غادي تجينا هنا نديرو ديجرام بحالنا بحال هكا، إذا هذا هو الديجرام اللي تقدو تصاوبو حتى نتوما مزيان. ومازال بزاف منكم الدراري اللي ما تعرفوش شنو هي قناه سكويلا برو، هي قناه ايدوكاتيف بروفيسيونيل، قناه تتشرح الدروس، وانا حاس واحد 70% انها غادي تعجبك. ما تنساش دير لنا ابوني اشتراك، ولا بغيتي شي فيديو غتهبط غتقلب على الشرح ديال الدرس ديالك الا لقيتيه، اولا غتلقى التصحيح ديال التمرين، اولا تلقى التصحيح ديال الامتحان، ولا تلقى تمرين تيشرح لك الدرس كامل. فحاله ما لقيتيش هاد التمرين هذا ديالك غادي تجي لهنا وغادي تقلب هنايا على الدرس ديالك، مثلا انت تتقلب على ستاتيستيك، انت تتقلب على ستاتيستيك، غادي ستاتيستيك غيطلع لك الدرس ديال ستاتيستيك، وغيطلع لك جومون فالي ديال الكتاب ديالك وتمرين مشروح من الاول حتى الاخير ديال. وما تنساش انك دير لنا جيم وتبارطاجي لاشين. اذا اكزيرسيس نيميرو 9 قالوا لينا فواسي لا ريبارتيسيون اون جروب سونغا دي سالاري دون انتربريز، عندنا هنايا تقسيمه ديال فصيله الدم ديال واحد المجموعه ديال الناس خدامين في واحد الشركه. قال لك كي لي لو جروب سونغان لو بلو ريبوندو و لو موا ريبوندو، شكون هو اللي تيتفاعل مع الناس اللي هو اقوى، علاش؟ لانه عنده اكبر قيمه اللي هي 170. وشكون هو اللي ما تيتفاعلش مع الناس؟ غيكونوا عندنا جوج اللي هما بي موا و ابي موا، اذا بجوج بي موا اي ابي موا ما تيتفاعلوش مع الناس اللي هما لو موا ريبوندي، صافي. اذا غنجي لهنا اش غادي نقول لو جروب سانغان لو بلو ريبوندي اي شحال قلنا هو ا بلس، والعكس ولو جروب سونغا لو موا كما داير لو موا ريبوندو لو موا ريبوندو قلنا هو اي سون، كاينين جوج هما البي الموا اي الابي موا. تخي بيان. إذن السؤال الثاني قال لي رياليزي ان طابلو بيرميتون دو روغروبمون لي زانفورماسيون بورتي سور لو غرافيك، غنصاوب واحد الطابلو باش نحملو هاد المعلومات هادو كاملين فوالا. إذن هاد الطابلو هذا غادي نقسمو على جوج ديال لي كولون بحال هكا، الأول غادي نديرو فيه لي غروب سونغا، غروب سونغا، والثاني غادي نديرو فيه نومبر ديال لي بيرسون، نومبر بيرسون فوالا. إذن هنا لي جروب سونغا لي معروفين عندي أو بليس أو موان، عندي أ بليس أ موان بي بليس بي موان AB بلس و AB موان، هادو هما لي جروب سونغا لي عندي. إذا العدد ديالهم شحال؟ غادي نهبط غادي نجاوب على العدد ديالهم. إذا هنايا الـ O بلس شحال عندنا؟ 160 بيرسون، 160 واحد. الـ O موان شحال عندنا؟ عندنا النص هي 50، عندنا 50 واحد. الـ A بلس عندنا 170 واحد. الأموا عندنا 20 واحد، البي بلس عندي 30 واحد،
بي موان عندي 10 تاع الناس، الابي بلس عندي 20 واحد، حتى هي عندي 10 ديال الناس. اذا حنا عمرنا لي فورماسيون ديالنا، حولناها الطابلو، هذا الدياغرام حولناه للطابلو. تري بيان. اذا اكزرسيس نيميرو 10 قال لك لو شيف دو غيون بانتور دا ماغازان دو بريكولاج افي ان انفيرت انفونتير دو سي بول دو بانتور بلانش بور بواسوري اي ا كونستاتي كي لوي ريست غاستخي 201، يعني خرج. المهم باختصار المفيد، واحد الشاف ديال المكازا ديال البريكولاج عنده طاسات ديال الصباغه، يعني خرج طاسات الصباغه، منين تيشوف لقى بانه خرج في لانفونتير، يعني في الفيش ديالو 221 قرعه خرج ديال 0.5 لتر، وخرج 272 قرعه ديال لتر واحد، و 170 سطل او قرعه ديال جوج ديال لتر، و 187 سطل او قرعه ديال 5 لتر ديال الصباغه. اذا جاو قالوا لي كوبي كومبليتي لي زانفورماسيون دون لي دو لين دو طابلو. عندي هاد دو لين اللي عندنا هنايا خاصنا نعمروهم، تنشوف الكونتونونس يعني ديال الصباغه هو اللي عندي هنايا الكونتونونس، هذا كونتونونس، هذا ديال 1 لتر، هذا 2 لتر، وهذا 5 لتر. هادو شحال عندنا لا كونتيتي ديالهم، كل وحده غنعمروا ليها لا كونتيتي. هنا 0.5 شحال عندنا؟ عندنا 221 ديال لتر، شحال عندنا؟ 272 ديال 2 لتر، عندنا 170 ديال 5 لتر، عندنا 187. اذا التوتال جينيرال غادي نجمعوهم كاملين، غادي نجمعوه هو ان اللي ترسمتو ليه، عطينا 221، غادي نزيدو عليها 272، نزيدو عليها 170، وغادي نزيدو عليها 187. هذا اللي غادي يخرج لنا هو التوتال، هو التوتال جينيرال. اذا غادي نجيو الماكينه وغادي نحسبوه، غادي نديرو 221 زائد 272 زائد 170 زائد 187، تعطيني 850. إذا التوتال كامل عندي هو 850. ياش بو فوالا، هي 850. مزيان. دابا جاو هنا فريكونس قالوا لنا واحد، كيفاش واحد؟ هي 800 على 850، صافي 850 على 850 كتعطينا واحد. هنايا الفريكونس إلا بغينا نحسبوه غادي نديرو هو 221، غادي نقسموه على 850. هنايا 272 غادي نقسموها على 850، 170 غادي نقسموها على 850، وهنا 187 غادي نقسموها على 850. فوالا. دابا هنا الفريكونس اون ياش بورسونتاج، يعني الفريكونس ديالي غادي نضربو هنايا بحال اللي كنقول غادي نضربو في 100، صافي بحال اللي كنقول غادي نضربو في 100، 100% بحال هانتا، بحال هنايا واحد ملي جينا هنايا فاش ضربناه، ضربناه في 100 باش يعطينا 100. إذا انت هادي غادي نضربوها في 100، يعني كيفاش غادي نديرو نحسبوهم؟ قلنا غادي نجيو نحسبو كل فريكونس، مثلا الفريكونس ديال 0.5 نسيترو تساوي هو 221 على 850، غادي نضربوها في 100 تساوي، عاوتاني الفريكونس ديال 1 لتر تساوي لينا 272 على 850، غادي نضربوها في 100 تتساوي. الفريكونس ديال 2 لتر تساوي لينا 170 على 850 مضروبة في 100 تتساوي. الفريكونس ديال 5 لتر تتساوي شحال قلنا؟ 187 على 850 مضروبة في 100. غنجيبو ماكينة وغادي نحسبوهم كاملين. فوالا، غادي نجي لهنايا غادي ندير من الأول 221 مضروبة في 100 كتساوي، غادي نقسموها على 850 كتعطيني 26%. إذا هنايا
غتعطيني 26%. غادي نجي عاوتاني نحسب له الفرق، شحال قلنا 272 غادي نضربوها في 100 تتساوي، غادي نقسموها على 850، يعني كتعطيني 32%. يعني هنا 32%. نجي عاوتاني لجهة أخرى، 170 مضروبة في 100 كتساوي، غادي نقسموها على 850 اللي هو ليفيكتيف توتال 20%. يعني هذا 20%. إذا بقى لينا غير آخر حاجة 187، غادي نضربوها في 100 كتساوي، وغادي نقسموها على 850 وتعطينا 22%. على العلم أن إلا جمعتهم كاملين غادي نلقى 100%، إلا جمعت هادو غادي نلقى 100%. عندي 26 هنايا، 2 4 0 كيبقى 1، 3 6 هي 100%. شتو عملي جمعناهم لقيناهم 100%. مزيان، دابا هادشي اللي كتبت هنا غادي نعاود نكتبوه هنايا. إذا هنايا غتكون عندنا 26، هنايا 32، طابلو هنايا 20، وهنايا 22. مزيان، إذا حنا كملنا الطابلو ديالنا. بالنسبة لهاد جوج ديال الأسئلة، كومبليتي لا لين دو فريكونس، ها حنايا كملنا لا لين دو فريكونس، راه حسبناها في الطابلو. جينا عاوتاني قال لك كومبليتي لا لين دو فريكونس اون بورسونتاج، ها حنا كملناها لا لين اون بورسونتاج. إذا هادشي اللي كاين في التمرين، ما كاين حتى شي حاجة أكثر من هكا. إذا تنضرب لكم موعد إن شاء الله في حلقة أخرى، ما تنساش أنك تبارطاجي الفيديو مع الأصدقاء ديالك، وتكون من أول من المشاركين في القناة. إذا كان معاك بروف هشام، إذا خليتك على خير، السلام عليكم.